القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة وإليكم أبرز العناوين. باي باي بريطانيا. الغارديون المملكة والاتحاد لا حب ولا كراهية. تحذيرات من استقلال اسكتلندا. الخروج لن يؤثر على الاستثمارات في مصر. وإليكم تفاصيل النشرة. تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، هذا ما أكده الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع خلال لقائه مع ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية حيث شاركهم الإفطار. وقال وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها، مشيدا بالدور البطولي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية في الدفاع عن تراب مصر وحماية أمنها القومي عبر حدودها الجنوبية. تفريغ محتويات وبيانات الطائرة حق أصيل للجانب المصري، هذا ما أكدته وزارة الطيران المدني حيث قال مصدر مسؤول بالوزارة أن تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين وإعلان تلك البيانات يخضع للسيادة المصرية، ومن حق الدولة تحديد الجهة أو الدولة التي يمكن أن تساعد في تفريغ بيانات الطائرة، موضحا أن فريق من المحققين المصريين سيصاحب عملية نقل وإصلاح صندوقي الطائرة المنكوبة في فرنسا لإزالة الأملاح والشوائب وإصلاح الأعطال والضرر الذي أصابهما. باي باي بريطانيا. فقد علقت صحيفة الغارديون على القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 43 عاما داخل الاتحاد بأنه يمثل نهاية علاقة الحب والكراهية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ما حدث هو نقطة تحول في التاريخ البريطاني تصنف إلى جانب الحربين العالميتين في القرن الماضي، موضحة أن بريطانيا ستتعايش مع التداعيات السياسية والدستورية والدبلوماسية والاقتصادية لعقد أو أكثر، لافتة إلى أن ترتيبات الخروج ستستغرق عامين. هذا وحذر توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق من عواقب وخيمة قائلا أن تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون ضغطا باتجاه إجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، مشيرا إلى أن البريطانيين سيكتشفون قريبا أن اختيارهم بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي لن يحل مشاكلهم التي تسببت بها العولمة وليس الاتحاد. على جانب آخر قال طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن موقف مصر من بريطانيا لم يتغير، مؤكدا أن استثمارات بريطانيا في مصر لن تتأثر بهذا الحدث، موضحا أن الاستثمارات البريطانية في مصر أغلبها للقطاع الخاص وتقدر ب5 مليارات دولار، ولن يكون هناك أي تغيير في أوضاعها جراء الاستفتاء الأخير. جماهير روما تختار محمد صلاح أفضل صفقة في موسم 2015-2016. فقد ذكر الموقع الرسمي لنادي روما أن محمد صلاح حصد أعلى أصوات في استفتاء جماهير لأفضل صفقة في الموسم المنقضي، متفوقا على لويتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما واللاعب دييغو بيريوتي وستيفان الشعراوي. وانضم محمد صلاح لروما قادما من تشيلسي الإنجليزي وتمكن من تسجيل 15 هدفا في 42 مباراة. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.